أولى فقراتنا، مثل ما كل السوريين معروفين بالمبادرات وبالأعمال الخيرية خاصة بشهر رمضان المبارك، فانطلاقا من دورنا كأفراد ومؤسسات في الشهر الفضيل شهر الأعمال الخيرية، اليوم رح نستقبل ونستضيف الدكتورة ياسمين الشلبي، دكتورة في علوم الإرشاد والتنمية المجتمعية والمسؤولة عن مبادرة معا، لحتى نحكي أكثر ونتعرف أكثر عن المبادرة. بدنا نقول صباح الخير دكتورة. صباح الخير. صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم ينعاد عليك وعلى عائلتك اكيد بالخير والسعاده. خلي لي اياكم وعليكم كلياتكم يا رب. بالبدايه نحن بشهر الخير، بشهر العطاء، شهر رمضان المبارك، خلينا نحكي عن اهميه المبادرات بهذا الشهر. اكيد بشهر رمضان المبارك تزداد الاعمال الخيريه، مثل ما كنتوا عم تحكوا اكيد ضروري يكون في مبادرات كثيره، شيء بينزل تحت القسم المادي فيها وشيء بينزل تحت القسم المعنوي. أهمية المبادرات بتكمن بتمتين الأواصر بين أنه نحن نسد احتياج هذا العالم، نساوي ألفة، نكبر مساحة التواصل الاجتماعي بيناتنا. فبهالطريقة هي أشخاص اللي هن عم يقوموا بالمبادرات أو الشبكات اللي هي موجودة أكيد عم تعرف المزايا المهمة اللي هي بتتمتع فيها، فعمليا عم يرتفع سقف الطموح عندها بأشياء ممكن تساويها لاحقا. الالتزام عم بيكبر، المسؤولية عم تكبر عندهم، عم يفكروا بأشياء صارت مانا اعتيادية، عم يتقبلوا أفكار الغير يلي موجودة معهم ضمن الفريق اللي عم يقوم بالمبادرة، فعمليا عم يصيروا أكثر مرونة وأكثر جاهزية لأنهم ينخرطوا بهذا المجتمع بأي مكان وبأي مؤسسة. نعم، يعني مبادرات كثيرة ظهرت بالأيام البشعة اللي مرقت على سوريا أيام الحرب، كان في مبادرات شبابية وخاصة بشهر رمضان المبارك كثرة المبادرات بتتضاعف. يمكن اليوم خلينا نحكي قديش مهم يمكن دور المبادرة أنه هي تبقى وتستمر وتكبر وتصير يمكن العمل التطوعي يقدم للمحتاجين ويقدم للشخص أكيد دافع كثير مهم. كتير حلو، لأنه اللي نحن بصير عنا بالشهر الفضيل بتكتر المبادرات، بس هي بتحافظ فقط على أنه هي فقط بشهر رمضان الكريم أو بغير أشهر إذا كان في يعني مناسبات معينة. هلأ المسؤولية المجتمعية هي بتفرق كتير عن العمل التطوعي وعن قصص المبادرات، بس هي جزء من هي المسؤولية المجتمعية. هذا العمل الخيري بيختلفوا كتير، لأنه العمل التطوعي عم بيصير مؤقت، عم بيصير بأشهر معينة، عم بيتحدد بأطعمة، بإكساء، بقصص محددة. أما المسؤولية المجتمعية فهي بتسعى لأنه تبرز هذا الشيء على مدار السنة، يكرر، ما يكون موجود فقط بهي المناسبة. ومن هون معناتها المسؤولية المجتمعية كتير كبيرة وكلمة ما لها قليلة، حتى تدرس برا، يعني هي لها منهاجات، لها دبلومات، ما هي كلمة وبس. والمسؤولية المجتمعية غير المسؤولية الاجتماعية، حتى المسؤولية المجتمعية هي أشمل وبتضم داخل المسؤولية الاجتماعية اللي هي عبارة عن قوانين وعن أشياء بتكون محتوات ضمن هي المسؤولية المجتمعية العظيمة. وعم نشوف أشخاص حتى هنن يمكن بحياتهم مو شاغلين بمبادرة أو هنن شاغلين بالعمل التطوعي، لا هنن عم يتدربوا حتى في دورات بتخص الشباب لحتى يتأهلوا يدخلوا هيك شيء. طبعا ولازم يكونوا بالصورة قبل ما يدخلوا أي مبادرة، يعرفوا شو واجباتهم، شو التزاماتهم، شو لازم يعملوا، يعني لازم كيف يكون في ورشة تعريفية تدريبية للأشياء اللي لازم يخوضوا فيها. ممكن في أشياء ما كتير بدها احترافية بالبداية، بس ضروري يعرفوها وما يكونوا فايتين على شيء مجهول. أكيد هو مفهوم العطاء كتير حلو، يعني بيعطي للإنسان حتى ثقة بنفسه، بيحبب الشخص حتى بذاته بالأشخاص يلي حواليه. نحن يعني كتير عم نلاحظ المبادرات مثل ما حكيتوا كتير كتران، وهذا الشيء روح الشباب كتير عالية، كله عم يحب يساعد بعضه. خلينا نحكي عن مبادرة نعم، إمتى بلشتوا فيها وسبب التسمية وشو الهدف منها؟ هلأ مبادرة معا هي مبادرة ما كان لها تسمية سابقا، لأنه نحن كنا نقوم بهي الأعمال بدون تسميات. قررنا نبلش بقى نسمي اسماء مبادراتنا. تقريبا بالسنه كان عندنا 13 مبادره، من اهمها هي مبادره معا. مبادره معا الرمضانيه هي بتشمل العشر الاول بيشمل السلل الغذائيه، العشر الثاني بيشمل الاطعمه، والعشر الثالث بيشمل الالبسه. هدول المقسمين وفق منهجيه معينه مستمره لما بعد رمضان،
يعني العمل ما بيتوقف هون. طبعا هدفه هو العائلات اللي فاقده المعيل، فاقدين المعيل والأسر الفقيرة جدا، يعني اللي تحت أصلا مستوى المتدني جدا. فاتجهنا لهذا، هي الشريحة عفوا المستهدفة. هدفنا كان أنه نحن نلبي احتياج أكبر قدر ممكن من هدول العائلات. يمكن نحن أكيد بنسعى نطور أكثر، بس بالمقابل نحن لما عم نقوم بهي المسؤولية المجتمعية على نسبة أقل، عننا أهم ما أنه نحن نعملها لمرة واحدة ونتوقف عنها. فمنحول بقية الأشياء للجمعيات الخيرية وهي عم تتوكل ببقية المواضيع، إنما نحن المهم نعمل هي المسؤولية ونكون مستمرين مع هدول الأشخاص، نقدر نعمل فرق بحياتهم. إنه مو بس نأمن لهم هاي الاحتياجات، نشوف إذا فينا نعمل فرص عمل، إذا فينا نبلش من مهارات بسيطة يقدروا يتعلموها، بالإضافة للأشياء اللي حكينا عنها ضمن الشهر الكريم. نعم، المبادرة إذا بدها تكون ناجحة يمكن لازم يكون في فريق كتير كبير عم يشتغل. اليوم في توجهات محددة بتكون مثل ما ذكرتي حضرتك إنه في تنظيم طبعاً. في لكل فترة إلى يمكن عطاءها إلى تحضيراتها، ولكن يمكن ناس ما كتير بتعرف ما وراء الكواليس. طبعاً. خلينا نعرف كيف نحن بندرس المبادرة، كيف منقرر إنه خلينا نتجه لهي الشريحة هي يمكن بحاجتنا أكثر من الشريحة الثانية، كيف ننظم حالنا لحتى يمكن نعطيهم على بالشكل الصحيح؟ تمام. ونبعدهم عن الاعتماد على الغير، يمكن مثل ما ذكرتي في فرص عمل. تمام. في دورات هي كثير مهمة اليوم، يتأهلوا لو كانت بسيطة، إنه أحسن ما ظني أنا استنى هي المساعدة. هلا نحن بنقوم بطريقة المسح، بس الجمعية الخيرية هي أجدى بأنها تعمل هي الطريقة بشكل موسع وبشكل كتير كبير. فنحن من مستفيدين المؤسسة شامل ياسمين للإرشاد بالخدمات المجتمعية، لما بيجي مستفيدين لإلها، هدول المستفيدين سواء طلبوا إرشاد، أنشطة، أي شيء ضمن مجالنا، فنحن شو بنعمل؟ تتسجل أسماء وتنحط استمارات، لأنه نحن عم نعرف المستوى العائلي لكل حدا منهم. ليش؟ لأنه نحن لما بتجي أي عائلة ما بناخذ القيمة الاستثمارية من عائلة مثل الثانية، فعمليا عرفنا تماما من هو اللي بحاجة من هو يلي مو بحاجة، فمنتجه لهدول العائلات من صلب اختصاصنا، فالاستمارات بتكون موجودة ومجهزة عمليا. أما كيف إنه نحن كيف بنقبل هدول الأشخاص بالعملية التطوعية، أصعب موضوع هو هذا الموضوع، كتير صعب، وبيضل بيصير الفريق بيتنسخ، يعني بينشال منه بينشال بينشال وبيعتذر، لأنه في أشياء لا توافق المعايير ولا توافق القيم، ممكن يتصرف فيها تصرفات، يعني مثلا تصرف عادي، مثلا أخطأ فيه الشخص، مسموح إذا كان ما في إهانة للأشخاص الثاني أو ما في تعدي أو ما في شيء مبالغ فيه. أما إذا كانت أشياء هي أكبر فنحن بنعتذر، وفي مع 28 معيار عنا بالمؤسسة، ما دونهم ما بينقبل الشخص، وإذا لاحظنا أنه هو ما ضمن الشيء العملي على أرض الواقع، فيا أما بينتظر فترة ليصحح الأخطاء اللي هي موجودة وبينضم لاحقا، أو نحن بنعتذر. تمام. طيب كيف العائلات بيتواصلوا معكم؟ خلال شو؟ عن طريق رقم تليفون ولا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. كمان قلتي انتم بتوزعوا سلال غذائيه، بالاضافه باخر شهر رمضان الكريم بتوزعوا الثياب، يعني الالبسه. تمام. الالبسه، خلينا نحكي، طيب ممكن هاي العائله تاخذ يعني تستفيد من الالبسه وتستفيد كمان من السلال الغذائيه، ولا بتروحوا باتجاه عائلات اخرى محتاجه؟ بنروح للاكثر احتياجا. تمام. يعني في ناس مثلا متكفله بغذاء لأشخاص معينين، احنا بنكون عاملين دراسة شاملة وبنكون جايبينه للشخص، يعني اخذين تفاصيل معينة حتى ما في مجال حدا ياخذ شيء مو محتاج له، لأنه نحن بأزمة مانا طبيعية، فأكيد في ناس أحوج لسه من ناس. صح بالنهاية كل العالم صار مستواها أقل المادي، بس كمان نحن بدنا نشوف مين الأحوج. فعلى العملية هي لما نحن بنقوم بهي الدراسة ومنجيب الشخص اللي نحن بدنا نسلمه هذا الشيء، فمنشوف شو الاحتياجات المطلوبة ومنحدد الأولوية. مثلا أولويته ياخذ الألبسة لأنه في حدا متكفله بموضوع الغذاء، فنحن بنعطيه ألبسة. أولويته بكذا فنحن بنعطيه شيء ثاني. طيب يلي ما عنده لا هيك ولا هيك ممكن تعطوه؟ إيه ممكن، ممكن ينعطى الثلاثة. تمام. تمام. نعم، يعني دائما الأهالي وخاصة هلا بوقت الكورونا
ما بقى في دوام بالمدرسة وأغلب الأطفال بالبيت، ولكن الأهالي عندهم نوع من يعني عدم الانتظام بقى بتسكر المدرسة. اليوم كيف فينا نوجه أولادنا لحتى يكونوا يمكن متجهين لعمل الخير، لحتى نعلمهم أنه شهر رمضان المبارك هو الإحساس بالغير؟ كيف منبلش؟ بأي عمر منبلش نحن نبعث معهم سكبة على بيت الجيران، حتى لو شيء بسيط يعني طبعاً. كيف فينا نحن نبلش نعلم أولادنا لحتى يحسوا بغيرهم وبعد شوي يصيروا متطوعين بالمبادرات والفرق؟ أكيد. هلأ سبق وحكينا بلقاء سابق أنه أكيد الأطفال ما فيهم يعملوا شيء إذا ما شافوا الأهل. نحن إذا بدنا نحكي على الطفولة المبكرة، طبعا في تحضيرات بتكون حتى الأم هي وحامل، يعني في اشياء نحن بنجهلها ما دخلت على ثقافتنا بشكل قوي. تمام. بس ضروري انه تتدخل. موضوع كثير هذاك واسع وكبير بس كثير ممتع وكثير حلو انه ينحكى فيه. انما اذا بدنا نحكي بالطفوله المبكره فاكيد ضروري شوفوني انا عملت شيء وقلت ليش، يعني وضحت شو السبب، لانه الطفل مو ممكن يربط هذا الربط الكامل ليوصل للنتيجه. بس مهم كثير نزرع عندهم ثقافات يعني هي تأهلهم، لأنه مو بس يكونوا مبادرين بشهر رمضان، يكونوا مجهزين لأي ظرف بيصير. اللي ثقافات كتيرة طبعا منا ثقافة التسامح، ثقافة المبادرة، ثقافة التوازن المالي، يلي بتقول انه انا مثلا حصالة الطفل المالية انا بقيم قسم للصرف بصرف منه، وقسم بدخر منه اذا بدي جيب شيء انا فيني يكون مسؤول وجيب شيء مني، وقسم للصدقات والمساعدة. فالطفل اذا كانت عنده هي القيمه موجوده مو هي على مدار السنه، مو على مدار السنه. تمام. انه مو بس انا بتصدق برمضان، لا، اذا شفت حدا فقير او شفت حدا محتاج انا فيني انا ساعد خارج نطاق رمضان. اضافه للمرونه، انه خلي هذا الطفل مرن. طبعا كل قيمه من هدول القيم هي لها منهج كامل، يعني عباره عن تمارين وانشطه تعلم للطفل، وممكن اذا هو ما بده يدخل ضمن هي الانشطه الام او الاب او اللي موجود معه بالمنزل يعمل الاشياء عمليه ليقدر يكتسبها ويكون سعيد. مو انا عم بسكب وعم بتأفف مثلا اذا بدي ابعت للجيران، لا، انه انا فرحان بهي الطقوس فرحوا فيها. مثلا ثقافة العطاء، ثقافة إغاثة الملهوف، إنه إذا ما شافني عم بركض على حدا أنا كيف هو بده يركض؟ أكيد طبعا. لازم تنزرع كتير أشياء. ما بعرف إذا في وقت لسه أحكي أشياء تانية. أكيد فضل. في عنا التجديد والتطوير، إنه دائما ابحث عن الأشياء الحلوة فيه وجددها وطورها. شو عندك شيء حلو خلينا نستفيد، شو فينا نظبط خلينا نشتغل عليه. الأم تشجع، الأب بيشجع، الوسط المحيط، أحيانا مو أم وأب، ممكن عمه، ممكن خاله، ممكن من وسطه اللي بحبه بيستجب لهم أكثر من الأم والأب. كمان عنا إذا الأهالي حابين يطلعوا على العادات السبعة لستيفن كوفي، العادات الناجحة، هذا الكتاب وفي منه للأطفال ممكن يورجيهم شو هي القيم السبعة اللي زادت هلأ وصارت ثمانية، قديه هي مهمة إنه يتعلمها الطفل من الصغر. بس خلينا قبل نحن نشتغل على حالنا. أكيد. هو دائما بيقولوا الطفل يعني أحسن ما تعدي تقولي له هاي القواعد هيك هيك لازم تعمل، من الأهل هو بياخد هالشيء. تماما. وتصرفات الأهل هو بيراقب الأهل وبصير هو مثل أهله يتصرف مع الآخرين. مع نفسه، مع أهله، كيف يعملوا يعني أهلهم، هو بصير بيعامل أبوه وأمه. خلينا نحكي لكل حدا فينا وبالأخص بشهر رمضان الكريم واجب، يعني كلياتنا عنا واجبات. الأفراد كل شخص يعني عنده مسؤولية على أشخاص تانيين، كل أفراد عنده مسؤولية كبيرة وواجبات بشهر رمضان الكريم. خلينا نحكي شو هي الواجبات المفروضة على كل شخص فينا بهذا الشهر. هلأ الواجبات فينا ننطلق منها من الذات مثل ما تفضلتي قبل شوي، أنه نحن أول شيء في واجبات تجاهنا لإلنا، شو بدنا نعمل لإلنا. لازم المفترض يكون في جدول، مو بس بشهر رمضان، يعني أنا بحب يكون الوضع شمولي له أكيد. الشهر حلو الوضع خصوصية. شمولي بس تمام. خصوصية بشهر رمضان. شهر رمضان المبارك يعني تمام معروفة. إذا بدنا نعمل خصوصية فإنه تمام. نحكي نحن عن شهر رمضان شو الأعمال الخيرية اللي بدي ساويها، شو الأشياء اللي على الصعيد الشخصي بدي طورها، شو العبادات اللي بدي مارسها. جدول كامل بيحكي كل التفاصيل على المستوى الاجتماعي، على المستوى المكاني، على المستوى الفكري، على مستوى الوسط المحيط، على مستوى العائلة. يعني واجباتي بتنطلق لذاتي، لأسرتي، للوسط المحيط، للعائلة الأكبر، لبلدي يلي أنا انولدت فيها. وربما إذا ما كنت فيها فأنا ببلد تاني أكيد بده يكون في شيء لبلد الولادة والوطن وشيء للبلد اللي أنا موجودة فيه. وبالنهاية أكيد للإنسانية كلها، يعني
هلا صار كثير سهل انه نوصل رسائل، يعني عصر السوشيال ميديا وفينا نعمل اي شيء بدنا اياه، فما عاد بقت الاشياء محدوده وبسيطه، فينا نكبر القصص وفينا نعمل لها قيمه اكبر ونوصل رسائلنا بكل حضاره. والمسؤوليه المجتمعيه بوابه جدا كبيره لعالم حضاري اذا مورست بالشكل الصحيح. طبعا. نعم دكتورة، قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نرجع إلى مبادرة معا ونحكي ما بعد شهر رمضان المبارك. ذكرنا أن المبادرة رح تستمر، ولكن دائما شهر رمضان هو شهر العطاء يلي طبعاً. بيكون فيه أكثر كم من العطاء، ما بعد شهر الخير وما بعد العيد شو الخطط وشو التحضيرات اللي انحطت؟ لأنه يمكن دائما بس الواحد ينجح لازم يحط دائما خطط ثانية. أكيد هلأ هي قصة المبادرة كلها في إلى ميزانية، في إلى خطة منهجية، في إلى التزام معين، فهي الخطة مرسومة بعدين على أشهر مقسمة لأيام معينة بالشهر أنه يصير فيها نفس الطقوس مع دراسة جديدة للاحتياجات وتوسيع مدى العائلات اللي نحن أخذناها. ممكن بعض العائلات نحن قدرنا نسد احتياج، أملنا فرصة عمل، فممكن ما تدخل ضمن الإطار، ناخذ غيرها. كيف دخل بعض النساء بركن رمضان؟ يعني احنا استثمرناهم انه ممكن انتم تعملوا الطبخ ويكون مأجور هذا الشيء من شام الياسمين، بس اعملوا شيء. تمام. فممكن هذا لو انا مثلا مالي قدرانه اني انا امن لهي الاشخاص عمل مستمر، بس هو عم بيكون باوقات متقاربه شهريا في شيء، في حدث، فهذا الشيء كثير كبير انه هو ينعمل. فتستثنى العائلات يلي هي بلش يجيها مورد مالي، وبناخذ العائلات اللي هي لساتها ضمن النطاق اللي نحن عم نشتغل عليه. إضافة للأشياء اللي هلأ بدها تنطلق كمان من بعد رمضان، إضافة للمبادرة، النادي الصيفي رح يكون في أبناء الشهداء والفقراء مجاناً ومهما كان عددهم. في مشاركات بحملات التوعية مشان طبعاً. كورونا كمان يمكن هلأ أكثر شيء لازم نركز عليه. الصحية قصدك؟ هلأ الصحية نحن مو من اختصاصنا، توعوية. من النفسية. التوعوية النفسية طبعاً أكيد، وفي عنا بالشهر السادس بالشهر 12 الاثنين بيكون في عنا دورات تقدم لناس مقابل خدمة وليس مال. يعني الشرط الشرط انه مثلا اجت متقدمه بدل ما تدفع قيمه الاستثمار او المبلغ المالي بدها تساعد حدا، فهي بتختار شغله تقدر تساويها. تمام. بس الشرط انها تستمر فيه. تمام كثير حلو. فيعني هي ما حدا سبقنا فيها الفكره، فكثير انا مبسوطه فيها ومحضر لها مسبقا، وهلا رح نفوت على الشهر السادس. وفي اسماء وناس عم تقدم طبعا اكيد. هلا كيف مثل ما حكينا كيف الاقبال؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع، الاقبال الاشخاص والعائلات لعندكم. كمان بدنا نحكي عن قصه كثير مهمه بهالضغوطات النفسيه اللي كلنا عم نعيشها، كيف الاسره ممكن تتعامل مع بعضها بشهر رمضان الكريم؟ كيف يعني حنزرع قصص مثلا القصص الدينيه بس بمحبه الاطفال يصيروا يمارسوا هي القصص وهن حابين يصوموا، مو مضغوط عليهم؟ لا مو مضغوط عليهم، لانه في اهل هن مثلا بيكون نفسيتهم معصبين، يعني بكرهوا الطفل طبعا. بشهر رمضان بضل هذا الارساء مستمر معه ليكبروا. تمام. فبدنا نحكي عن هذا الموضوع انه كثير مهم انه نحبب اطفالنا بشهر رمضان المبارك، نحببه بكل المفاهيم، مفهوم العطاء وكثير من الاشياء الثانيه. كيف ممكن يبلشوا الاهل؟ أكيد ضروري أنه نحن نوصل هاي المفاهيم مثل ما قلتي بمحبة وبرقي وبحضارة. كل شيء بيوصل بالإجبار وبالضغط ما منوصل فيه لنتيجة نهائيا، ما رح نوصل. ولما منعمله أكيد نحن عم نكسب ردات فعل، يعني من الثقافات اللي نحن ممكن نضيفها هي التحكم بردود الأفعال. إذا أنا ما بلشت أزرع هذا الشيء فيه كيف بده ياخده؟ رح أنا بالعكس عم بزرع الشيء السلبي هيك بهي الطريقة. تمام. فهو رح يتعرض لمشاكل لما بيجي شهر رمضان ما له متحمل حدا من اللي موجودين، كل واحد عم بخانق شكل وكل واحد عم يعمل مشكلة شكل. المهم نعرفه انه هو الصيام حسب الدراسات النفسية قديه في 7% مثلا من الناس حول العالم عندهم مشكلة الاكتئاب، و3% عندهم مشكلة التوتر والقلق. الصيام هو بخفف هاي الأزمات لانه بغير المزاجيه وبالتالي بيعدل التفكير، بخلينا نفكر بنمطيه جديده، فبصيرنا نطور حالنا. ما بينهي على الكامل وانما بيطوره، ولذلك هو بيستخدم علاج
علاج خارج الشهر الفضيل كمان لحتى يساعدوا الأشخاص اللي عندهم اكتئاب أو عندهم قلق أو توتر أو وسواس قهري ليتجاوزوا هاي المحن. فنحن عم تجينا قصص كتير ظريفة بس نحن ما عم نوعى لها. تماما لازم نكون مركزين أكثر. دكتورة يمكن بهي الفترة التعصيب التوتر بعيدا عن شهر رمضان المبارك بسبب كمان تفاصيل الحياة الصعبة إن كان الاقتصادية إن كان النفسية إن كان حتى الصحية، يعني عم نشوف في حالات توتر كثيرة اليوم، يعني كل حدا باختصاص بمكان بيقدر هو يكون فعال بالمجتمع، كيف فيه يدير أسرة بكاملها هي رافضة إنه هي تلجأ إلى حدا مختص نفسيا مرشد نفسيا إن كان للصغار وإن كان للكبار لحتى يحسنوا الوضع، لأنه عم نشوف في حالات انفصال في حالات في عائلات بشعة ومشاكل كبيرة. هلا ما بدنا نلوم حدا لأنه الوضع صعب. طبعاً طبعاً لا أنا معك بالفكرة، أكيد بدنا نكون واقعيين، يعني عايشين كلياتنا بهذا الظرف وشايفين اللي حوالينا وأحياناً ممكن نحن نتضايق، هذا شيء طبيعي، بس كيف بدنا نفوت على هدول الأشخاص إذا هن ما عندهم رغبة؟ فنحن ما فينا نساوي لهم شيء الا بحاله بس واحده، بس خافت انه نلجا الى مختص او مرشد نفسي ما كثير بقى عند في شرائح في ناس ما بتتقبلها لا. اكيد هلا نحن اتبعنا اساليب معينه لاطفال كانت رافضه وليافعين كانوا رافضين، بس كانت تكتيكات معينه خاصه بالمؤسسه لنقدر نوصل لهدول الاشخاص بطريقه ما دخلها بالعمل وقدرنا نوصل لهم. أما إذا بدنا نحكي عن العائلات وكمشاكل ففينا نستعين بالشخص الأقرب، يعني مثلا لنفرض أنا عندي المشكلة، أنا من ضمن العائلة وعندي أنا المشكلة، فلنفرض واحدة منكم هي الأقرب لإلي أنا اللي أنا بحبها أكثر وبوثق فيها أكثر، فالمفترض اللي هي منكم تيجي تقرب وتعاتبني إلي وتحاكيني وتشوف شو بدي وتحاول تفرغ لي، لأنه ممكن الصديق الروحي يكون أقوى من الطبيب النفسي أو من المستشار بمئة مرة. تمام. ليفرغ همومنا ومشاكلنا. تمام. فنحن لازم نلجأ للناس اللي هن قراب اللي هن بيفهمونا تماما كيف بيفكر، بعدين ضروري كمان نتقبل هي الاشياء اللي نحن عند بعضنا، يعني مو كل حدا تضايق وكل حدا صار عنده قصة لازم نكبرها، نهون شوي القصص، والقصص بدها كمان شوية مسايرة وشوية تعاون، مو كل شغلة نحن نحطها ونبلش بقى تفاصيل مزعجة ونكت للماضي والقصص القديمة. ما حدا متحمل حدا ما حدا عنده كمان صبر انه يساير غيره او يعمل اي شيء يعني مفيد بهالوقت يعني لذاته لعائلته ابدا. لا هي جهد كبير شخصي، يعني لازم نبلش بالعائله ضروري، بدنا نجرب يعني قد ما فينا نعمل، اذا في واحد بالعائله فقط فهو كثير شيء حلو، انه يقدر يفصل ويعمل اشياء ايجابيه بالعائله مو شيء سهل، بس اذا ضل هو بالرتم على الاقل ما يتاثر سلبا لما الاشخاص الثانيه ما لها رضيانه تغير، يعني هو عمل كل اللي عليه وهن ما بدهم يغيروا ولا بدهم يلجوا. انا دائما بقتنع بفكره واحده، عايشين مره واحده، دائما بعد عن الطاقه السلبيه نعيش بطاقه ايجابيه، كلياتنا عنا مشاكل عنا اشياء وقصص بالحياه. أكيد. يعني ما حدا ما مزعجه لنا، بس في نفس الوقت نصير عن جد نفصل، يعني نعطي طاقه ايجابيه لكل حدا عم بيشوفنا، ننبسط بحياتنا نستمتع بهذا الوقت. كثير من الاسئله عم تيجي، انا عم خلي مثلا ابني يصوم للساعه واحدة، لا في غيره مثلا للساعه 4، في منهم مجبر ابنه يصوم مثلا لأذان المغرب. خلينا نحكي شو الصح، يعني انت برايك شو الصح؟ وحتى اذا بدنا نصوم الطفل في منهم انا كبيرة. لازم قبل شهر رمضان كمان في ناس تشترط عليهم اذا ما صمتوا ما في ثياب العيد. تمام هي يعني انا هي صارت وسمعتها، في منهم انت صايم بس يعني معلش فيك تاكل ساندويتش فيك تشرب مي، بس مو هيك مفهوم الصيام. مفهوم الصيام نحن حنمتنع عن الاكل عن الشرب بالاضافه للاخلاق الحميده، اكيد اهم شيء. اكيد. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، يعني امبارح كنت انا بقعده كل عم يحكي انا ابني انا بنتي انا كذا هيك عم يصوموا، فشو الصح؟ شيء مختلف تماما. هلا المفترض اول شيء يعرف الطفل انه نحن ما عم نصوم مشان نشعر بغيرنا، مو هي فكرة الصيام ابدا، فكرة الصيام هي الالتزام لاني بحبه لرب العالمين. هنا بيقولوا لازم نشعر بالفقير مشان هيك بنصوم، طيب الفقير بيسألك الطفل ما بيصوم؟ لا الفقير بيصوم. تمام. يعني هي الفكرة لأنه الفكرة غلط. تمام. نحن فينا نشعر ايمت ما بدنا بالفقير، بأي يوم غير رمضان فينا نصوم إذا هيك كان الصيام، بس هي مو هيك الفكرة، الفكرة فقط التزام وهي محبة إنه أنا بصوم بشكل
راضيان فيه لاني بحبك يا رب، هي الفكره. اما كيف بدي ازرع بقى بالطفل، المفترض اني انا اكون كثير قريبه من هذا الطفل ووضح له انه نحن في عندنا شهر مبارك نحن منصوم فيه، انت شوف حالك شو بتقدر تعمل، بتقدر تصوم ساعه او بدك تفطر وتصوم مثلا من الساعه 10 للبس يأذن الظهر، او شو بدك تعمل وشو بدك تعمل اعمال خيريه، يعني حدد انه مو بس صيام وعندنا في اعمال ثانيه بدنا نعملها، كون يعني قريبه وعم وصل معه لنتيجه هو بيقدر عليها، لانه اي شيء بضغط مني رح يساوي رده فعل سلبيه ورح ينشئ، يعني بنفكر انه نحن عم نغرس فيه شيء ديني، هو رح يصير عكسه تماما ورح يروج له بطريقه سلبيه. وفي ناس لهلا ما بتحب الصيام لانها كانت تنجبر، حتى لهلا في انا من رفقاتي شخصيا لهلا بيتضايقوا من فكره الصيام وراسهم بيوجعهم، مو بس هي فكره انه انا ما عم باكل فراسي عم يوجعني، اني انا ماني حابه غصبا عني عم صوم تمام نتيجه هي التاثيرات السلبيه. فالواجب على الام والاب ما يجبروا اطفالهم نهائيا ويحاولوا يقربوا منهم ويوضحوا لهم شو اللي انتم قادرين عليه شوي شوي مندرج، يعني مثلا بصف الاول لنفرض انت قادر تصوم ساعه، شو بدك تعمل؟ بس لتصير بصف الثاني حتصوم اكثر شوي، ندرج القصه بشكل تبسيطي وتدريجي، ما بدها القصه كل هذا التعقيد، بس هو يعرف انه ايه في التزام، كثير شعور حلو انه يعرف انا لازم اعمل شيء، اما مو اذا بدك افطار واذا بدك لا تصوم واذا بدك لا تعمل ولا تساعد، لا، يعني وضح بس ما انا قرر، خلي القرار يطلع من الطفل هو، خيره خيارات واللي بحبه هو رح يشتغله اكيد، فعمليا رح وصل لنتيجه هيك مرضيه. اما ضلني اتفاخر وفي اولاد صاروا ما يسترجوا يحكوا انه فطروا قدام غيرهم، انه في غيرهم صام كل رمضان مثلا وغيرهم فطر، فانه انا وليش كيف بدي احكي؟ بس بيقولوا المقارنه بشهر رمضان بين الاطفال المهمه، يعني غير كل شيء، يعني غير المقارنه بالدراسه وهيك، في شهر رمضان انه تقارنين شوف انه هذا صام، شو رايك انت بهالكلام؟ هذا صام مقارنه بالاعمال الخيريه، الاعمال الخيريه انه هذا صام، هذا عمل شيء، هذا الشيء هلا ما بدي اياه يغار، انا يغار بطريقه سلبيه ليصوم، يعني انا لانه هو صام هذا الشخص انا بدي اروح صوم، ليش؟ يعني خليه هو يحب الصيام مثل ما ذكرتي، مو القصه انا بدي حركك بقصه الغيره، لا، انا ممكن اقيس انه انت شو عملت اعمال خيريه، ايه خلي يكون في هي الغيريه بالاعمال، اما بالصيام في قدره عند الشخص، يعني ممكن الطفل هذا ما يقدر يتحمل ساعتين وثلاثه وغيره يتحمل اربع وخمس ساعات، واجسامهم مختلفه الاطفال، يعني في اولاد نص ساعه ما بتقدر تضل تشرب عصير او تشرب مي، او هي ضعيفه او مع فقر دم او مع قصص، الاهالي لما تكون مجتمعه ما عم تراعي هي النقاط، فعم يصير في تفاخر، وهذا الشيء حلو لما بيكونوا الاطفال قراب من الشيء اللي عملوه، ما بيكون في تفاوت اطفال ما صامت ابدا واطفال قطعت الشهر وصامت. تمام. ودائما يمكن قديش مهم انه يكون عندنا ورقه وقلم او لوح من الذكريات، يعني انه اليوم انت عملت شيء منيح لك ستار، اليوم عملت جدول الانجازات، جدول الانجازات والمكافاه، قديش مهم. نحن ما عم نقول مكافاه جيبوا شيء يا لطيف، لا، مكافأة بجوز نعمل أكل هو بحبه، تماماً. بجوز هو يقرر، بجوز هو يساعد، خليه هو يقرر الأكل. تمام، لما هو بيقرر شيء مادي معناتها هو عنده احتياج لهذا الشيء، وظيفتي اني انا اجيب هذا الشيء وبلش قلل تدريجيا لما يكون عم يحصل على الشيء مقابل شيء مادي، ولما بيطلب شيء ثاني معناتها احتياجه شيء معنوي، بجوز في طفل يقول لك انا بدي ضمه، انا بدي بوسه، يعني في اطفال كثير بيركضوا ورا هي الاشياء، فكل طفل متغير للثاني، ضروري لبي هي الاحتياجات انا، بس بما هن اللي بدهم اياه مو انا اللي قرره، وشوي شوي درج القصص لاحصل على النتيجه المرضيه. امبارح بالقعده اللي قلت لكم عليها فكمان كان في كثير اطفال معنا، بس في مثلا كانت مثلا وحده صايمه تحت عيونها كثير اسود، تعبانه، طفله هي صغيره بس بنفس الوقت راسها عم يوجعها، يعني في عندنا كثير مشاكل، الاهل طبعاً ما عم بيديروا بالهم انه قديش مهم انه يروحوا يعرضوهم للطبيب، اكيد اول شيء يشوفوا شو عندهم نقص فيتامينات، شو في عندهم مشاكل صحيه، بعدين يفوتوا على شهر رمضان الكريم وقتها بيصوموا براحتهم. طبعا قبل صيام الشهر. بس هي القصه شو ممكن انت كمان من الاخطاء الشائعه اللي عم تنتشر بشهر رمضان الكريم، شو ممكن انت قصص مهمه تنوهي عليها وتخبرينا اياها برايك؟ الاخطاء الشائعه هي اهم شيء اجبار الاطفال على الصيام، حتى اجبارهم على الصلاه، يعني
انا ما بدي اجبره، انا بدي حببه. تمام. لما انا لما بوصل لمرحله انا عم اجبره، معناها انا اب وام غير ناجح، ما قدرت اوصل انا حبب اولادي بدون ما اقول لهم صلي يعني او صوم او اعمل اي شيء، لانه لما بدي اوصل لهي النتيجه هن لازم يكونوا شافوني ولاقوني اني انا بحاله مبسوطه فيها سعيده فيها، فهن قلدوها. تمام. يعني صار في قبل معايره، بعدين انغرست، بعدين صار في تقليد، بعدين صارت ممارسه. هذا المفترض. فنحن مشاكلنا مو من الأطفال، مشاكلنا من الأب والأم أو الأسرة بشكل عام، أو المقارنات اللي الأب والأم ما بيتدخلوا فيها، مثلا أولاد عمومية، أولاد خالة، بصيروا شفتي بنت خالتك، شفتي ابن عمك، شفتي كذا. هذا الوسط المحيط اللي عم نقارن فيه عم نوصل فيه لفجوات نفسية جدا عند الأطفال، ممكن تضل هاي النقاط مستمرة لبعدين. فالصيام هو شيء ما يجبر عليه الطفل، يحبب فيه، والصلاة نفس الشيء، والأعمال الخيرية. بس مهم اني انا لما اعمل الشيء اللي بدي اعلمه يا لطفلي كون مبسوطه وسعيده عن جد، مو كان عم بعمله هيك انه انا بس لانه لازم اعمل ولازم انجز شيء. هون الفرق بيكمن، ولازم الفكره اللي تكون عنا انه نحن ما نكون قدوه لاطفالنا. لا، الاطفال هن امتداد لنا، نحن مو قدوتهم. ما في اب وام يعني بيكونوا حابين انه اولادهم يطلعوا نسخ منهم، لازم يطلعوا احسن منهم بكثير. فشوف جده شو عنده صفه، شوف بابا شو عنده صفه حلوه، شوف ماما، شوف خاله، شوف خالته، شوف عمه، اجمعوا الصفات كلياتها لنطلع انه كل حدا في عنده شيء حلو، خلينا نتعلمه. مو شخص واحد هو القدوه لنا، اشخاص متعدده. 100%. تمام. خلينا نحكي بنقطه، اليوم كثير بعدنا عن جمعات العيله، وخاصه يمكن بيت التيتا وجده، اذا فقدنا يعني حدا منهم بتحس بتفرط العيلة. اليوم قديش مهم انه نرجع نحنا نجتمع، تجتمع العيلة كلها سوا، بعد بقى عن المعايدات من خلال المسجات او الواتساب او هيك، يعني القراب مننا نحاول نكون نحنا كمان قريبين. والله هو ضروري، نحنا مقصرين، حتى نحنا صرنا نقصر، يعني مو بس حابين، صرنا نقصر نتيجة الالتزامات والضغوطات اللي هي موجودة. هي الأعداد كتير حلوة، للأسف عم تتأجل، يعني برمضان صارت قليلة نتيجة الوقت ونتيجة إدارة الوقت اللي صارت مقسمة لأشياء كتير، فغالباً عم تكون على أول يوم العيد الاجتماع هي العائلة الكبيرة طبعاً، مو العائلات الصغيرة. ضروري نكون قراب أكيد، ضروري مثل ما كانوا يهتموا فينا نحن وصغار نجبر خاطرهم ونحكي كلمات حلوة بحقهم، ونتذكر التاريخ اللي هن عملوه معنا بكل أيامنا، نضل نذكرهم فيه إنه أنتوا عملتوا كتير شيء حلو لإلنا. إذا هن عاملين شيء كمان مو حلو ما نتذكره، نركز على هاي النقاط، لأنه الكبير بيرجع طفل صغير وبحاجة جدا للتقدير، والتقدير حاجة كبيرة من الاحتياجات يلي هي مهمة كتير نركز عليها. أكيد. نعم. يعني كتير عنا في أشياء كتير مهمة نزرعها بنفوس أطفالنا ليكبروا هن معهم هاي القيم الأخلاقية. أكيد. المفيدة. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، ومشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك، رمضان كريم، وشكرا كتير لك. رمضانكم كريم ومبارك.